العرش 160 قهرنا الكراب قهرنا الغلا ونخرجوا بالقفه نبقاو ندورو 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 ما نتقداو والو نبدا ناخذ غير نسكيلو نسكيلو ونهودو هما الدجاج ما تجيش تقرب لي بحال تبيعوا لانقوف قهرنا الغلا 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 تاع الحوايج غاليين عصبايبي تقول لك 50 درهم قديم ودابا خويا خرجنا حنا بغينا نقولوا اه صافي قهرنا الغلا اقول ارحل يا خنوش يا المخنش قهرنا بالغلا قال لك ها هو كل شيء ياكلوا راه يقرب رمضان واشربوا الحرير اشرب من الحرير ما تشي غاليه باش نشربوا الحرير يقول لي الكذاب يا المنافق يا ولد الحرام تعيش يا مسكين تعيش يا مسكين المعيشة دار الجنحين المعيشة دار الجنحين تعيش يا مسكين تعيش يا مسكين المعيشة دار الجنحين المعيشة دار الجنحين تعيش يا مسكين تعيش يا مسكين المعيشة دار 200 المعيشة دار 200 تعيش يا مسكين تعيش يا مسكين والبصلة دار 200 والبصلة دار 200 باش يحتجوا على المغنى باش يقولوا هذا الشيء راه بزاف ورحنا تقهرنا حنا اليوم جينا في عاسفي بحال كاع المدون بنحييو الناس ديال عاسفي اللي فيهم النخوه والعزه والكرامه وخرجوا اليوم باش يقولوا لا للغلا اذا اليوم هذه وقفه ديال الجبهه الاجتماعيه اللي فيها كاع تنظيمات توحدات وخرجت باش تكون بجنب الشعب ومع الشعب ضد الغلا حيت هاد التنظيمات وهاد الاحزاب الا ما خرجتش اليوم اللي محتاج ليها الشعب بالقيت اللي كيتكوى بالغلا راه ما عنده ما يدير بها هادشي علاش اليوم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم هاد الوقفه اللي كان من العاده على ان الناس في هاد الظرفيه اللي هي صعبه اللي كيعيشها تقريبا الساكنه كلها هاد غلاء الاسعار اللي اصبح غلاء جنوني يعني غلاء لا يطاق في الوقت لاننا كنشوفوا الحكومه اللي كان خصها تستجيب وتاخذ واحد القرارات واجراءات لتخفف من هذا الغلاء على خصوصا في ظرفيه اللي الناس كتعيش اغلبيه البطاله والتهميش والحقره راه حنا كنشوفوا غير القفه واش واقع فيها واحد العدد ديال الناس كتحتاج اللي ما توسطش بالقفه وهذا راه كيبان يعني يدل على شيء فانما يدل على ان الواقع راه الواقع مرير اغلب الساكنه يعني كتعيش الفقر والحاجه ويعني وكنا يعني كنتمناو على ان الساكنه تستجيب لهذه الوقفه وتجي على الاقل تعبر عن المعاناه الحقيقيه اللي كتعيش ولكن هذا هو الواقع ديالنا اغلب الناس ربما يعني الجهل ربما الخوف ربما عدم الثقه ويعني احنا كنجوع على الاقل كنعبروا على الواقع الحقيقي ديالنا لاننا كنعانوا من هذا الغلاء الفاحش وفي التقصير ديال الحكومه وكنحتجوا على الحكومه وكنتمنى بكل صراحه من هذا المنبر لان الحكومه تقدم استقالتها لان حكومه لا تستجيب لاراده الشعب حكومه لا شعبيه تاخذ قرارات لا شعبيه والواقع راه كل شيء كيعرفوا الناس يعني وصلت لواحد الدرجه ديال الياس يعني كان على الاقل عندنا امال في هذه الحكومه على انها حكومه كانوا كيقولوا ما حكومه ديال الكفاءات ولكن لقينا حكومه غير ديال اصحاب الشفاره كيضربوا على الواقع يعني المصالح الشخصيه ديالهم والشعب يعني راه يمشي له راسه في البحر وهذا راه واقع يعني مرير وربما يعني هاد الاصوات اللي كتقال اليوم راه هي على الاقل واحد غيض من فيض يعني واحد القليل من كثير ديال هذا الواقع المرير وكنتمناو على الاقل ان الحكومه تستجيب للمطالب ديال الشعب وتاخذ قرارات اللي هي جريئه وتخفف من هذا الظلم اللي كتعيشه الطبقه يعني الجماهير الشعبيه كلها وشكرا. السلام عليكم المهم حنا كنا درنا هذا الوقف اليوم
ضد الغلاء، لان خويا الناس راه تقهرات، الشعب راه تقهر بهذا الغلاء هذا، ونطالبوا بحل الحكومه، لان الشيء راه بزاف علينا، هاد الناس باش يديروا معنا الحل، هاد الشيء راه غالي علينا بزاف. وشكرا خويا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.